أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا يوم الثلاثاء بشأن عملية شرطة هونغ كونغ، نشر تعميم لإلقاء القبض على 60 من مثيري الشغب في المنطقة بعد فرارهم إلى الخارج الأسبوع الماضي، قائلا إن ممارسة الصين تشبه اغتصاص الذراع الطويلة تحت السلطة الاستبدادية. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء إن عملية شرطة هونغ كونغ إجراء شرعي لإنفاذ القانون، ولا يحق لقوات خارجية الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة. عملية شرطة هونغ كونغ نشر تعميم لإلقاء القبض على المشتبهين الجنائيين وفقا للقانون هي عملية شرعية لإنفاذ القانون، وهي ممارسة عادية للشرطة في مختلف البلدان لمكافحة الجرائم، ولا يحق لقوات خارجية الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة. نحن نحث بومبيو والحكومة الأمريكية على الالتزام الجاد بالمعايير الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية، والتوقف فورا عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بما في ذلك شؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال.